السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه بالتاكيد مميزه بضيفها، تتحدث عن الخدمه الحقيقيه المقدمه للمواطن العراقي ان كان في بغداد وان كان في المحافظات العراقيه. اليوم نتحدث عن فريق الجهد الخدمي، لكن فريق الجهد الخدمي أكيد عنده مهام، وجزء من الجهد الخدمي لديه مهام أخرى، لكن كلها تصب في المصلحة العامة للمواطن العراقي. نلتقي بضيف سبق تم اللقاء بجنابه وتحدثنا بتفاصيل، وهناك مستجدات في العمل، هناك متابعات. ما هو الجديد في عملهم؟ اليوم أتحدث فيه عن طريق مجموعة أسئلة تسأل السيد الضيف ويتم الإجابة عليها بشكل مباشر. اليوم ضيف حلقتنا هذا اليوم الأستاذ أحمد المالكي، مسؤول الجهد الخدمي للحشد الشعبي. رحب بك أجمل ترحب. أهلا وسهلا بك دكتورنا الطيب، أنت وجميع ضيوف الأكارم. الله يحفظك. الله يسلمكم ويحفظك حبيبي أستاذ أحمد. يعني سبق والتقينا وتحدثنا عن جهد كبير بصراحة، جهد من كان في الميدان وما زلت في الميدان، والآن تحولت إلى الجهد الخدمي، تقديم الخدمات للمواطن. طبعا هي ليست بسهلة أن تتحول من ميدان المعركة إلى ميدان العمل الخدمي، لكن بقرار من رئيس وزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني تم تشكيل هذا الفريق. صح. هذا الفريق متعدد الشخصيات، متعدد الاختصاصات، وهذا ما يميز طبعا الفريق بصراحة. نعم. الكثير كان يشكك بأنه هذا الفريق ممكن ما راح يحصل على نسبة معينة من الإنجاز، ولكن عمل الميدان عكس هذا الصورة. صحيح. اليوم نريد نتحدث عن هذا الفريق. نعم. بداية الأمر هسه جنابك كوفد معلومة يعني طرحت أنه شلون يشكل وشلون استمر العمل. بعض الامر انه اكثر يعني هو فريق يعني مجموعه اشخاص ووزارات ودوائر معنيه بتقديم الخدمه للمواطن. ما يميز الحشد الشعبي وفي مشاركه بهاي الخدمه انه قياده الحشد كلها داعمه لتقديم الخدمات يعني، وبتوجيه الشهداء القاده، وكانوا ينصحون بدعم وتقديم كل الخدمات للمواطنين اثناء المعارك. احنا عدنا هذه الخدمة والمبادرات، وجدنا الحشد بكثير من المجالات، في كورونا، في الفيضانات، فهي مو جديدة عن الحشد. عد ما شكل الفريق في شهر 11 2022، وبدعم من السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي والسيد رئيس الأركان هيئة الحشد الشعبي، بتقوية وإضافة يعني دماء جديدة ومعدات جديدة وإمكانيات مع الفريق، حتى يكون عضو الفريق اللي يتابع للحشد يعني يقدم كل الخدمات للمواطن. تمام. فالحمد لله بمتابعة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة الحشد الشعبي، وإحنا كخدام للمواطنين كأخوة مهندسين والكادر ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، يعني الحمد لله قاعد نسيطر ونطور، وأيضا ويا الأعمال ندخل الكادر الهندسي دورات بحيث أعمال مدنية وتطوير في الجامعات، حتى نقدم نموذج للأعمال الجيدة للمواطن من قبل الكادر اللي جاي يقدم خدمة اللي هو متمثل بالحشد الشعبي. أحسنتم. يعني حجينا يعني هم متخصصين، لو هم جنود يعني دي يشتغلون؟ نعم، عندنا ما يقارب 100 مهندس مدني من عدا المهندسين الميكانيك وباقي الصنوف، بس 100 مهندس مدني، وعندنا ما يقارب 1200 مجاهد عندنا موجود في الجهد الخدمي لهيئة الحشد الشعبي، بين سواق وكادر وعمال، ويعني هذول كلهم يقدمون كل واحد حسب اختصاصه، اذا فيتر واذا سائق واذا كادر مثلا رؤساء الاقسام او المتابعين، وكل الجهات هي كلهم اختصاص، يعني ماكو واحد اليوم من عدا الاخوه المجاهدين اللي هم يعني عندهم اختصاصات مثلا السائق والفيتر، اما المهندسين هو مهندس يعني خريج من جامعات العراقيه وانخرط اثناء الفتوى
ومن بعدها قدرنا نستفاد من شهادته وامكانيته وهاي الخدمه اللي حاليا شكلها القائد العام للقوات المسلحه. يعني ست يعني حتى بعدين ندخل على الاسئله، انت اخذتني الى سؤال مهم جدا. نعم. يعني ممكن نشوف بعد فتره زمنيه هذه تصبح مؤسسه متكامله، ممكن ترفد نفسها في نفسها وممكن تدعم الدوله ان شاء الله. هو يعني كهيئه الحشد الشعبي على قول رئيس الهيئه هي امه الحشد، يعني امه الحشد جاي تصنع كثير من المجالات، وان شاء الله مباشرين في مؤسسه شركه المهندس اللي هي تضم مختلطه تضم جميع المجالات. في اكو مجالات حاليا ما معلنه، اما حاليا اللي احنا عندنا حاليا باديه السماوه للزراعه، يعني مشروع كبير مليونين دونم قاعد يشتغل به الحشد الشعبي، وحاليا نشوف الحشد الشعبي في الاعمال الخدميه ايضا موجود. فان شاء الله بالايام المستقبله وبدعم القائد العام للقوات المسلحه راح تصير شركه رصينه وتقدم الخدمه للمواطن، وايضا تسند القطاع الزراعي والقطاع الخدمي والقطاع الصناعي وكل القطاعات اللي تحتاجها موجود كادر الحشد الشعبي، وهناك رؤيه من قبل قياده الحشد بدعم كافه المجالات، واكو بعض المجالات احنا مباشرين بها، وان شاء الله هناك مجالات تعرض ان شاء الله بالايام القريبه ان شاء الله. جيد استاذ احمد، يعني انت تتحدث يعني اثناء حديثك تتحدث عن باديه السماوه، بصراحه عنديش معلومه بس ما متاكد منها، يعني باديه السماوه من صحراء الى تحولت الى خضراء، اذا عندك معلومه عنها يعني بالتفصيل يعني يا ريت نسمعها. يعني باديه السماوه مو شيء هين، يعني اغلب اللي شايفها ارض يعني راهن الكثير على عدم النجاح الارض بها، يعني بدعم من قياده الحشد يعني هاي الحجر نحفرها ببرينه كلس اي تفجر ندقها بنقار ونحفرها بحفاره يلا نزرع يعني نخله. يعني ارض جدا مو رمليه، يعني مو رمليه، يعني ارض صعبه، واكو كادر وشركات حتى عالميه جتي لتقديم، وان شاء الله يعني السنه سنتين ترى النور، يعني جميع الاعمال اللي بيها اكو اعمال وانتجت شركه يعني الاعمال بيها من الحنطه والشعير، وان شاء الله هاي السنه والسنه تجي حتى انواع مختلفه حاليا ما مصرح ان تعلن زرعت بيها في باديه السماوه، وباشراف ايضا من وزاره الزراعه والموارد المائيه هم يعني موجودين في بالاشراف في الموقع، لان موقع مهم ويعني كلهم داعمين لانجاح هذا الموقع، حتى القائد العام للقوات المسلحه هو داعم لهذه الفكره، لان صحراء كانت وبها اكثر ايضا عمليات اخرى تصير بها، فالحمد لله كان بها تواجد للمخدرات والمهربين يعني الحمد لله بتواجد الحشد الشعبي، ان شاء الله راح تصير بها نقله نوعيه في السنتين المقبله ان شاء الله. ممتاز، يعني اعتمدتوا على المياه بقضيه الري التنقيط لو مياه جوفيه؟ تنقيط الحديث يعني بمباركه وزاره الزراعه اجوا وشافوا المرشات وشافوا التنقيط للصوندات مال في الفيضات هي تسمى زين، اجوا شافوها ويعني باركوا عبالهم يصير العمليه بالسياح المي السياح، اجوا من شافوا المعدات مال رش ومال يعني اللي مستخدمه الاليات والمعدات وطريقه الري الحديث انبهروا ودعموا كل العمليه اللي موجوده. موفقين ان شاء الله بعملكم، وان شاء الله بعد سنتين ايضا نسوي لقاء في باديه السماوه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ احمد، بداتوا بعملكم. نعم. تحدثنا عن تاسيس هذا الفريق، ولو احنا ما اخذنا كل التفاصيل لكن يعني نعبر لان وحتى نستثمر كل وقت البرنامج. عرفنا شبه تفصيلي عن اليه عملكم. اثناء العمل اكيد يعني راح تتعارض اعمالكم مع دوائر اخرى. يعني نعم. انتم في بغداد، احنا نقول حصرا في بغداد. شلون كان تعاون الدوائر الاخرى الاخرى الجهات الامنيه، ولو انتم جزء مهم من الاجهزه الامنيه، لكن اكيد هناك بعض المناطق اكو تعارضات يعني مع باقي دوائر الدوله، شلون تلافيتوها؟ ما يميز الفريق انه هم كلهم اصحاب علاقه، يعني اذا دائرة الماء أو المجاري أو الكهرباء أو دوائر البلدية أو يعني وزارة الإعمار
يعني كل الاخوان او دائره عقارات الدوله كلهم هم اعضاء الفريق. ويعني لو مدير العام نفسه او وكيل وزير او شخص يعني مثلا او رئيس الدائره يعني مو شخص عادي بعض الفريق بحيث هو مؤثر باخذ القرار السريع اثناء وجود اي تعارض او مشكله. يعني احنا اخر ايام يعني قبل اسبوع صار عندنا تعارض في حي الكوفة اللي ضمن بلدية الشعب، بلغنا استاذ محمود دائرة مجاري بغداد وايضا نسقنا ويا دائرة ماء بغداد، طلع فريق من يومهم حتى وجدنا انبوب كبير يمتد في عمق حي الكوفة ويخرج منها الى يعني نهاية المنطقة وسبب لنا تعارض في تقدم انجاز المجاري. اجوا ووضعوا مخطط جديد وتمت مصادقته ووجدوا حل بالفريق لجهد الخدمي لهيئة الحاج الشعبي وبدور يعني تمت معالجته. بس تعرف يعني لما تتم معالجة تكون صحيحة هندسية وايضا بمتابعة نقابة المهندسين العراقيين المكتب الاستشاري، ويعني هاي تتم حتى تكون بانسيابية وبأمور هندسية دقيقة، لأن هاي المنطقة محرومة من المي والمجاري والبنى التحتية. فالحمد لله اجتازيناها هاي الأيام المرة الأربعة وباشرنا بالأعمال وكمل الخط الناقل والمجاري اللي احنا جاي نشتغل به الحمد لله. يعني لتماسك الفريق للقرار السريع يعني نقدر نتخطى، لأن هم كلهم المعنيين موجودين ضمن أعضاء في فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي. احسنت. يعني حي الكوفة هواي سمعت بها، يعني ممكن بداياتكم اول ما باشرتوا نعم اشتغلت على حي الكوفة. صح. يعني هاي ممكن هي واحدة من اسباب التأخير. طبعا حي الكوفة هو جزء حي كبير جدا. حي الكوفة المرحلة الاولى احنا سلمناه يعني قبل بداية السنة الجديدة، وهسه عملنا في حي الكوفة الثاني. يعني هو غير حي واحد. لكبر المنطقة ولعشوائيتها ولتداخلها، يعني إذا نفتح خط في نفس المنطقة، منطقة كبيرة يعني هنا يحتاج لها ربط مع المجاري، هنا يحتاج لها، ما أصير أفتح اثنين هنسوى سبب عندنا مشاكل بسيابية مع المياه والخطوط والربط والأعمال، يعني لازم أكمل منطقة حتى أباشر الثاني، ما أقدر أفتح في نفس الأعمال وبينات شارع فاصل وانتظرنا هذا الشارع اكو بفت ترتيب يعني مع محافظة بغداد ودارة بلديات بغداد وبلدية الشعب، لان هذا الشارع مهم ايضا. احنا كنا منتظرين اكو شركة لازمته، فالحد ما انطونا موقف انه نكمل اعمالنا هناك يلا قدرنا نباشر، لان هذا اكو شارع رابط بين الحيين اللي هو نفسه هو حي الكوفة بس جزئين، يعني واحد 55 زقاق واحد 58 زقاق، يعني مو منطقة صغيرة مثلاً. أي مثل باقي المناطق، يعني تعرف هي منطقة كبيرة وسموها بحي واحد، بس يعني هسه هاي بحي الكوفة الثانية 13 كيلو العمل مالتها، بس المجاري 13 كيلو بأزقة بتهدم منطقة كانت مع طمر صحي، يعني الحفر بها جدا مزعج. صح. وعدنا سببت مثلا بعض المشاكل عد ما نحفر، لأن لازم ننزل بعمق 4 متر و5 متر حفر، وقع حائط يعني هو افرع ضيقه ازقه ضيقه، من نحفر قاع هالشيء وقع الحائط، يعني فتعرف هاي يكون حفر بها دقيق، ويعني وايضا قدرنا نتجاوز هو المشاكل بالنسبه حتى نقدم خدمه جيده للمواطن وبالعمل الهندسي الصحيح. جيد. بما ان انتم حفرتوا وقع السياج، شلون تعاون الاهالي وياكم؟ يعني قد نبالغ في تعاون الاهالي ويا الحج الشعبي بين قوسين تحديدا. اي يعني عزويه يخربون، يعني مرات نروح بشغل نريد نحكي ويا المنتسبين يعني شويه بشده، تشوف المواطن يدافع على المنتسب، يا قلنا بس انا مجال لا هم تعبانين ما شلون الاكل والشرب والاستراحه مال المنتسبين قام بالبيوت. يعني احنا البارحه كانت عندنا زياره ميدانيه للمواقع ليليه حسب توجيه السيد رئيس الهيئه والسيد رئيس الاركان، انه اكو متابعات ليليه. عفوا، هو بس يعني احنا فضائيه تبث على كل الدول العربيه والعالميه. نعم. اثناء حديثك قلت يخربون الناس، حتى يفهمونا باللهجه العراقيه يخربون، يعني يغالون
بالكرم. اي نعم. يغالون بالعطاء. فهنسميه يخربون. فهم عبارة يخربون جهودكم يعني. لا لا يعني هو بعد عراقي ابو الكرم. اي معروف. بس احنا يعني لله الجامعية مالتنا يقول هذا معزب. خرب. خرب كلش. فيعني وجدناهم يعني الحد قلت لك البارحة زيارة ليلية. رحنا افترينا لان تدري اجى توجيه انه العمل لساعات متأخرة ولا 24 ساعة ولا اكثر من شفت. فرحنا بالليل يعني تقريبا ب 11 بالليل احنا بحي الكوفة. المواطن تعال يا بتعشوا شربوا عادي شربوا شاي ما ادري شلون. فاللي لحقوا علينا شربنا بس شايهم يعني يفتح البيت ويوصل اهله و... فالحمد لله يعني هاي اللي وجدناه في كل المناطق يعني سموا لي ان حي الكوفة لان بدها تشتغل بيها. اي لا هسه مثلا بالدورة هم عندنا اعمال في محل 826 وان شاء الله كملت المصادقات راح ننزل في 836 ضمن بلدية الدورة. ايضا الناس لطفاء جدا والبيوت مفتوحة. وايضا هم من كملنا حي الكوفة رحنا للدورة زيارة ليلية بس سمعوا يعني اكو صوت بالفرع وجايين يسولف ويا الكادر الهندسي والسواق مال الحادلات طلعوا يا بتفضل وقعد يمنا شاي ما ادري شلون اكيد ما متعشين. قلنا لهم لا والله طلعوا شاي يعني. يعني ها كل مناطقنا اللي عملنا بها تعرف الحج الشعبي اليوم مو منطقة واحدة يشتغل او مو لان هو حشد يشتغل في مناطق معينه اشتغل في كل الاطياف وفي كل المناطق وما هي مهمته قبل يعني في الميدان. نعم نعم مو تعرف اكو بعض الناس يروج انه الحشد يشتغل بس مناطق ومناطق ما يشتغل اشتغلنا في هسه ليش قلت لك مثلا مدينه اللي هي الكوفه والدوره والدوره زين اثنين هن مختلفه حي الربيع او حي ابو شاكر العاني او الاعظميه كلهم اشتغلنا به وايضا كلهم قدمنا به المقاعد الدراسيه والحمد لله وجدنا تعاطف من الكبار السن والنساء والاطفال يعني لا مثيل له وهذا وجدناه بالمعارك وحاليا وجدنا هذا النفسي عند المواطن اللي يقدم دمه لكل الطوائف ما يبخل على جهده لكل الطوائف بالتالي يعني ان شاء الله ان شاء الله. احسنتم جزاكم الله خير. يقدم مجموعه يعني انا حسب ما عرفت مجموعه مشاريع تبدي بكل المناطق البلديات وجهودكم هذا اللي بيه واحنا راح اليوم نختص باسئله لا نتدخل بقضيه المجسرات وهذا نعرف مو عملكم يعني نعم. عملكم فقط في الجهد الخدمي اللي يكون من ضمن الفريق. صح. عندك بلديه الشعب ايش حققتم يعني منطقه حي البساتين حي الكوثر شنو اللي قدمتوه بهاي المنطقه؟ بلديه الشعب هي كان لها جزء كبير من جهد الحج الشعبي لان بها عشوائيات ومناطق زراعيه جدا كبيره عملنا فيها اللي هي ضمن اعمال اللي جاي نعمل بها حي الكوفه 1 وحي الكوفه 2. حي الكوثر انجزت 100% وتم تسليمها الى دائره بلديه الشعب كل تفاصيلها كل تفاصيلها اللي موكله للجهد الخدمي لهيئه الحج الشعبي اللي هي اعمال الترابيه والسبويس والطبقه الاولى والطبقه الثانيه من الاسفلت انجزت. وهناك اعمال على البلديه الشعب اغلبها انجز وهنا يعني لان هي في بدايه السنه سلمت الى بلديه الشعب. جيد هذا سؤال كلش مهم. نعم. يعني انتم مقسمين فرق الجهد الخدمي الحكومي يعني ناس تشتغل بنى تحتيه صح بعدها يجي مثلا الحشد يشتغل سبويس الى اعمال اسفلت صح. اول وثاني صح تسلمون يجيك ابو على هالشكل طريقه طبعا هسه يعني اكو مناطق عمل مشترك اكو مناطق لا احنا ماخذها كلها اكو مناطق غيرنا ماخذها كلها يعني شنو شنو الفرق يعني مو يعني على حجم العمل اللي بيها اذا اكو اعمال بسيطه تاخذها الدائره يعني المعنيه دائره البلديه يعني اذا ما بيها هواي حفر وهاي لان تعرف الامكانيات الموجوده بدوائر البلديه ما عندها الحجم مال الاليات. هسه حي الكوفة الأولى احنا والبلدية وشركة حمورابي ووزارة الدفاع اشتركنا بها. اها. يعني لأن اللي كبرها نزلوا ويانا آخر شهرين ويانا وزارة الدفاع وشركة حمورابي والبلدية الشعب. حي الكوفة اثنين لا حجدية إن شاء الله 100% كل الأعمال جاي تقدم بها. مجاري كملناها إن شاء الله يعني تقريبا 85-90% يعني هاي الأيام نكمل الربط مال المنازل على الخط الناقل والمي انجزناه هم ويا الاعمال المجاري واعمال ترابيه وايضا الارصفه جاي نشتغل بها يعني كملنا جزء وباكر عندنا اعمال ايضا في حي الكوفه الثانيه ومن نكمل لزقه الضيقه رحنا نشتغلها مقرنص
يعني تعرف هاي المعدات ما تطب الازقه ضيقه. ومن نكمل يعني المقرنص مال الازقه، ها ايضا قبل لا نعمل السبه يعني الاكساء الافرع الارصفه مياه الامطار مشبكات الامطار هاي كلها ذني تم قبل الاكساء، يعني مشبكات الامطار نشتغلها. من نكمل اعمال ترابيه نكمل مشبكات الامطار ونبلش بالارصفه تاثيث الشارع وتدريجيا يعني مباشر بالانسحاب. ايضا الدوره هي هم كلها اخذناها الاعمال بها حشي، دوره اللي هي 826 و 836 وكوفه 2 هي كلها حشي. وعندنا اعمال في بوب الشام اللي هي السريدات المرحله الثانيه وبوب الشام وواحد حزيران، هذا راح نجي نتحدث عنها. اي نعم هذا يعني ناخذ كلها اعمال مشتركه، بس انطلاق الاعمال اللي كانت 2022 ناخذها فريق مشترك حتى ياهل عدة كادر ينجز بسرعه. جيد، سؤال سريع، يعني هاي الموازنه تعتمد على موازنه الفريق لو من الحشد مثلا؟ لا كلها من الفريق، كلها من الفريق القائد العام. بس الاليات مالتكم؟ اليات حشد والكادر حشد، وجائز نستعين بكادر مدني اذا نحتاجه في بعض الجزئيات. يعني تعرف اكو اعمال احنا مو 100% نحتاج مثلا خلفه او عامل بجزئيه، يعني نسمي حاله مباشره يعني اي نعم عقد مباشر. اي نعم اكو تنسيق بهذا الشيء حتى نقدم جهد اسرع. زين، دعم الحكومي لهذا الفريق الجهد الحكومي؟ نعم. شلون دعم؟ يعني يعني اكو موازنه انطلقت العام، بس انطلقت بوقت متاخر وتم العمل بها. ان شاء الله اكو موازنه هاي الجديده 24 ايضا هم راصدين مبلغ للفريق والفريق راح يباشر به. وكانت عندنا زياره دائما احنا نكررها للجنه الخدمات النيابيه، ويعني رئيس اللجنه والساده النواب، ويعني كلش قالوا اول مره نقدم شكرنا لفريق خدمي يقدم خدمه للمواطن. فيعني استبشرنا خير وقالوا احنا داعمين لكم، اذا احتاجيت موازنه احنا ندعم، يعني وبدورنا يصير عمل مشترك اللجنه الخدميه ويا القائد العام للقوات المسلحه لاي اضافه لمبالغ ماليه لدعم فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي. تواصل رئيس الوزراء وياكم يعني دعمه مباشر؟ ممكن يكون بعض الاحيان وزاره معينه تعرقل عملكم، مثلا هاي المساحه لوزاره الماليه ما تتنازل عنها بسهوله، اكو بعض القرارات هو سبب نجاح الفريق هو طبعا بمتابعه القضاء، متابعه شديده يعني جدا شديده الاجراءات الروتينيه. صح. شلون كان تواصله؟ تواصل هو ما يميز الفريق، هو يعني متابع شخصيا ودائما يعني يجتمع بالفريق وياخذ كل المعوقات، يعني المعوقات اللي هي خارج اطار الفريق يتم البت بها باصدار قرار اذا كان لصالح الفريق، او هناك لجنه تشكل لبحث يعني بحث المعالجات والمعالجه. وطبعا مو مثلا كتاب وسوف تشكل لجنه ومعالجه، يعني تصير يعني باكر، يعني مثلا مو اليوم قاعد باكر يصير معالجه، عقب باكر يصدر القرار بالمعالجه اللي انطرحت بالاجتماع. صارت عندكم وايد معالجات؟ معالجه اي حتى معالجات ماليه تم قبل هي من يم يعني دعم من قبله وصير بها معالجة، والحمد لله هواي أمور مشيت وقضينا عليها. ممتاز. نجي على بلدية الشعب. نعم. يعني الدوانم وحي الربيع شنو صار الموضوع؟ الدوانم هاي على بلدية الشعلة. أي. الدوانم. العفو الشعلة. أي نعم. الدوانم أنجزت 100%. وكملت. كملت. يعني سلمتوها. سلمناها لبلدية الشعلة، وشاكر العاني سلمت إلى بلدية الشعلة، وحي الربيع قبل 10 أيام أيضاً. انجزت وسلمت الى بلديه الشعلة، 3 مناطق ضمن اعمال بلديه الشعلة اللي استلمها الجهد الخدمي لهيئه الحج الشعبي، انجزت 100% للاعمال الموكله للجهد الخدمي لهيئه الحج الشعبي وتم تسليمها اصوليا. طبعا هناك مثلا حي الربيع اخر يعني بتوجيه الاخير اللي جاء من القائد العام انه نزلت ويانا نقابه المهندسين وكانت مشرفة على الأعمال اللي تتم من قبل الحج الشعبي. وأنا هذا دارد أقول السؤال. أي. أنت جاوبتني عليه بشكل. مين يتابع؟ هسه أنتم أنتجتوا هذا منطقة الدوان محي الربيع، سلمتوها. غير أكو مثلا جهة رقابية خلال العمل وما بعد إنجاز العمل. صح، 2022 كانت ماكو جهة. تعرف تشكيل الفريق. صح. مو ماكو جهة رقابية، أكو هو كل أعضاء الفريق هم
يعني عندهم اعمال مماثله ومن دوائر خدميه. صح. والبلديات هي جهه مشرفه. صح. والاعمال من التم يتم اخذ عينات وفحصها في شركه ابن الرشد. اها. يعني من عدل الرقابه ومن عدل الزيارات الميدانيه لاعضاء الفريق ولجنه المتابعه لمكتب رئيس الوزراء، كل هاي الاعمال تتم، وايضا تتم اخذ عينات من كل الاعمال اللي تقدم. اذا رفض العمل من رفضه العينه يتم قلع هذا العمل اللي صاير ومعالجته بعمل حسب المواصفات المطلوبه. صار عندكم رفع؟ تصير، هي تصير مثلا بالخلطه مال السفيلت اكو مشكله، يعني تصير هي هاي ويتم رفعها اذا بالسفيلت او الباور كيربر ويتم معالجه راسا، يعني ماكو واحد اليوم معصوم. صح. تعرف يا مرات زحام بالطريق، يتاخر الخباط لحد ما توصل، من يصير عمل به ياخذ العينه، اذا رفض يتم قلع الباور كيربر وجلب النوعيه اللي هي مطلوبه وفرشها، وايضا اخذ عينه جديده. جميل. اي يعني خاف بها مشكله، والحمد لله هذا يعني زادنا متابعه اكثر من صارتكم خبره ايضا. اي احنا يعني صراحه كسبنا خبره من الملاحظات اللي جات تجينا، وايضا هاي الخبره اللي جات تجي جاي ندعمها، لان اجانا توجيه انه نزيد من خبرات كوادرنا ونسقنا مع اغلب الجامعات لارسال الاخوه المهندسين لدورات تطويريه، لان تعرف حداثه مستمره. صح. والاجهزه كثيره، فالحمد لله جاي نطور من هذا الشيء. ممتاز. بلديه الكاظميه، بلديه الكاظميه عملنا في شارع 20، وكان هو عمل انجز 100% وتم تسليمه لبلديه الكاظميه، وان شاء الله هو هذا الشارع كان من المؤمل انه يربط بشارع التاجي ويصير به عمل، بس لصعوبه التربه للجزء الاخير مال يعني الفره مال الشارع توقف به الاعمال، لان نزلنا 5 متر بالشارع وهي كانت منطقه مال طمر صحي. أها. اي فما قدرنا نكمل بعد الاعمال، يعني اخذ العمل وزاره الاعمار والاسكان لو يصير مجسر، لو ينحرف الشارع من مكان الطمر الصحي، لان كان هذا يعني بصف دائره المرور بالتحديد، هذا شارع 20 اشتغلناه يعني كل الجزء اللي على الحاجز الشعبي، ولكن هناك مقطع ثاني تاجل به العمل لصعوبه التربه به، لان اجى اكثر من جهه اخذوا عينات للتربه، التربه ما تصلح للاكساء، صعبه جدا، فان شاء الله ممكن تصير متخسفات بالمستقبل. طبعا ما طمر صحي، يعني ايش قد حطينا مثلا جلمود، وجت مثلا لجنه من كثير من المهندسين اخذوا عينات قالوا التربه ما تصلح، فبعد اكو عمل لو يسوونه مجسر وزاره الاعمار، يعني هو شوي يعني يسحب الزخم المروري من جسر الدوار، يصير محاضي لدائره المرور ويخرج على شارع التاجي اللي هي منطقه جديده هسه صارت ويا الجسر مال الدوار، يصير الدوار اللي حول اللي يطلع. صحيح. اي نعم. زين انت مثل ما تفضلت تقول احنا نسلم المشروع 100%. نعم. يعني بانارته بكهرباء بكل تفاصيله؟ لا، البلديه مسؤوليه. احنا مو ليش قلت لك اكو تنادر يعني توضع واضح. اي يعني قلت لك اكو اعمال مثلا يقولوا لك هاي بالتندر مكتوبه لولا واضح. اي يعني احنا اذا موجود بالتندر توصل لنسبه معينه بعملك تكمله. اي وباقي الجهات تستكمل. اي يعني يمكن على دائره الكهرباء او يمكن على البلديه، او يعني هو شوف من المعني. اما الاعمال اللي جاي توكل انه حتى اذا مثلا ينطونا مال اناره، بس احنا ما ماخذينها سابقا. اي لان اغلبها هي ازقه داخليه وهاي ما فيها، بس واذا مثلا داخليه يعني او عندنا تعارضات في الكهرباء نبلغ دائره الكهرباء ويتم رفع الاعمده حتى ننجز شارع بالمستوى المطلوب، لان تعرف هاي هناك بعض الازقه انبنت بتجاوزات وبيوت خارجه وبيوت داخله، فالاعمده من مشتغليها واقع حال، فالحمد لله قاعد ننسق ويا دائره الكهرباء يزيحون الاعمده يرجعوها حتى نحقق اعراض شارع بنسبه يعني متناسقه. العظميه اكيد لها حصه، شنو عملكم بالعظميه؟ اشتغلتوا ببلديه العظميه؟ ايضا هم هاي انطلاق الحجز الشعبي كان منطقه العظميه، انجز عندنا شارع مهم في داخل العظمية اللي هي كانت في منطقة زراعية، وأيضا سلم في وقتها لإدارة العظمية تم تسليمه، وأيضا هناك عندنا صارت زيارتين ميدانية وبلغنا دائرة العظمية، وجدنا بعض السكلات في المنطقة لأن كان بعد عندنا أعمال بيه وأخذ عينات، فوجدنا بعض السكلات فبلغنا البلدية، وإن شاء الله بدورها أخذت
يعني أخذت دورها في تبليغ الشكلات لين تعرف المواد الإنشائية اللي لقيناهم ذابين بي والآليات مالتهم والمعدات على الشارع. مع العلم هو شارع رئيسي والحمد لله وجدنا أنه أكو متابع من قبل بلدية الأعظمية حتى يبقى هذا الشارع جدا يعني ممتاز ومهم في منطقة زراعية. ممتاز. تحدثنا عن بشكل عام عن بواب عن بوب الشام. نعم. تفاصيلها شنو؟ بوب الشام عندنا أعمال كانت سابقة اللي هي عام 2023 أنجزنا سابقا للسريدات. حاليا عندنا السريدات نزلت في لأن تعرف هاي المناطق الزراعية إحنا ليش جاي نقول مرحلة أولى ومرحلة ثانية؟ المناطق جاي يصير بها استحداث توسع يعني نكمل صح. مشروع بالتنادر بالمرتسمات اللي منطيها سابقا بالمخططات نتفاجئ انه صار فرعين ثلاثه يعني زقاقين ثلاثه بناء جديد واحنا جاي نشتغل زين فجاي يعني يصير عندنا مثلا مرحله ثانيه يجي بها توجيه انه لازم تنجز يصير عقد اجتماع والتصويت لان هاي عملنا بها احنا مثلا يصير اضافه فالمرحله الاولى انجزت بالسريدات ان شاء الله هسه حاليا نزلنا فيها اعمال مرحله ثانيه وهناك راح عندنا مبزل راح ينطم لان يصير بها اعمال مجاري لان هذا كان هم مستخدمي الاهالي للمجاري عم يسوون مبزل بالوسط ويعني هناك تنسيق مع دائره مجاري بغداد متمثله باستاذ محمود مهندس محمود ويعني انطونا مرتسمات وباشرنا يعني بالاعمال في هاي السريدات يعني المرحله الاولى انجزت 100% وتم تسليمها الى بلديه بوب الشام. ثعالبه الثعالب الزراعي مو الأصولي الزراعي بور كيربر انجز 100% واليوم بلشنا بالمقرنص للأرصفة عند ما يتم انتهاء من المقرنص وعندنا فحوصات للتربة إن شاء الله يتم الإكساء هاي الزراعة تصير بصف المحطة اللي يم الثعالبة هاي منطقة زراعية يعني مباشرين بها أما المناطق الأصولية اللي هي بصفنا جاي يصير مثلا المشاكل إحنا وياهم يجي يقول ايش عجب جاي تشتغلون بالزراعه واحنا مو يمنا احنا بعد عملنا هو بس مناطق زراعيه ونعتذر من المواطن اما المناطق الاصوليه هم عندهم موازنه وعندهم ترتيب من قبل محافظه بغداد نعم او المعنيين اللي هي على هاي الاعمال منطقه واحد حزيران واحد حزيران تصير مقابل الثعالب هاي اكو شارع جديد بيها يعني جاي ننجزه هسه يعني استحدثه بصف المبزل قاعد نسوي بطم وإزالة تجاوزات إن شاء الله هم يعني أعمال السبيس مباشرين بيها وهناك أعمال مجاري ومشبكات مال أمطار لرفع المياه ويعني نزيلها إلى المبزل اللي موجود لأن المبزل جدا يعني واسع وأيضا في واحد حزيران عندنا أعمال في الأزقة لأن هي يعني مثل قرية يعني هي هالمنطقة كبيرة و يعني هناك تنسيق عمل ومع نقابة المهندسين ومع دائرة البلدية نفسها وإن شاء الله الأعمال مباشرين بها ويعني راح نباشر أيضا في أعمال المجار في واحد حزيران يعني اللي يدخل في بغداد بيتهم بالزعفران يبتل طبعا وهسه إنهم سووا جسر دي سووا مجسرات وكذا فكان البديل أنا لو أدري بيش كان قلت من زمان سوينا مجسر حتى سوينا الشارع بصراحة مرتب يعني قضية الشارع اللي يكون محاذي للنهر طاق زوراء حسب ما عرفت بين الحشد هو متبني الموضوع احنا اشتركنا بجزء اللي هو من سلمان باك لأن هو بدأ منك من سلمان باك إلى الكرادة إلى الكرادة احنا شاركنا في وضع الساتر الترابي احنا والأخوة وزارة الدفاع لأن تعرف على الطاقة صح وايضا بتنسيق مع بلديات بغداد وبلديه الجسر وياهم بالاعمال الاخرى اما الاكساء تم من قبل دائره بلديات بغداد وبلديه الجسر اما الاعمال الاخرى والاعمال الترابيه احنا وزاره الدفاع اشتركنا بها وهي يعني بلشنا بساتر ترابي كبير وايضا احنا اعضاء في الامر الديواني اللي يشكل في لان تقديم كل الدعم ومباشرة بالآليات ضمن هذه الأعمال قضية فك الاختناقات كذا تفاصيل لأنه هو كان جزء من فك الاختناقات يعني. أي نعم هو هذا باشرنا به يعني عندما تم تكليفنا باشرنا به يعني أنتم جاهزين بأي تكليف آخر احنا جاء يعني على توجيه قيادة الحشد
احنا جاهزين بكل شيء. لا ان شاء الله بالسلم ان شاء الله. لا هو يعني جاهزين بكل الخدمات. على كيفكم قلت لك ما صدقتوا طب حركه. لا لا يعني كل ان شاء الله بس الخير بالعراق، بس كل الامور اللي مرت بالعراق تجد الحشد الشعبي بدون تعنصر موجود بكل شيء. يعني كان للحشد دور في جائحه كورونا، وما اعتقد احد ينكر هذا الشيء، لان يعني الصبح كنا نعفر وبالليل نروح ندفن. وايضا موجوده كان هناك مكانات مال حجز للمصابين، ويعني ايضا الفيضانات اللي صارت وكلها موجوده. الحجز الشعبي مو متفضلين احنا على العالم، بس احنا ولاده من هذا الرحم والمعاناه، وموجودين وجاهزين لكل يعني الامور اللي تتطلب من يمنا، وايضا بمباركه وبجهود قياده الحجز. احسنت. انا ذكرني قضيه الفيضانات، كان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس رحمة الله عليه اخذ الاليات وراح باتجاه قضيه الفيضانات وسد المياه على الناس. صح. يعني هذا ما ينسى بصراحه. اي نعم. يعني من المعركه الى الدخول في الميدان مع المواطن، هذا يحسب طبعا للشهيد يعني ابو مهدي المهندس كلها. يعني احنا هسه حتى بالنقل مع الزيارات، هو على توجيه الحجاج رحمه الله عليهم القاده، انه احنا بالمعارك و 2018 احنا شاركنا بالنقل، 2019 نقلنا من المنافذ الحدوديه في بغداد في المحافظات. يعني اكو خطه من عدا الخطه اللي موجوده في القتال، خطه خدميه لتقديم ورفع الزخم مع الزوار في كربلاء، ويعني نوديهم المحافظاتهم بالاضافه للتامين، بالاضافه الى اعمالنا اللي موجوده هاي الاعمال، يعني كلها موجودين احنا مشتركين بها. وهذا يعني مو فشي، يعني هم المقاتلين انه ينجزوا. يعني اغلب الاعمال اللي تتم هي تتم طوعيه، يعني يشوف المقاتل اي يعني يشوف المقاتل ما ينزل حتى يقدم هاي الخدمه، ويعني بيناتهم يصير فد يعني الان اروح لهاي الخدمه، تنافس اي تنافس لتقديم الخدمه والذهاب للمجهول. يعني اكو بعض الخدمات احنا نتوقعها مجهول، يعني شلون مثلا مع سوريا زلزال، يعني انت رايح ما تعرف الوضع شنو. هاي وجدنا الحجز الشعبي موجود في هذه المناطق ولخدمه الاخوان السوريين. احسنتم جزاكم الله خير. يعني احنا ما بقانا الا دقائق قليله، خلينا وعندنا مجموعه اسئله بصراحه. لا مخدوم الله يحفظك استاذ احمد. راح اتحدث عن المشاريع المستقبليه، وهي اهم نقطه مهمه، بانه بعد الشروع بتقديم الخدمه اكيد وردتكم مجموعة أفكار، مجموعة مشاريع ممكن ترفد موازنة الدولة بالتالي، وترفد وتعطي قوة ودعم وتأسيس لموضوع جديد بخصوص هيئة الحشد الشعبي. ما هي المشاريع؟ احنا يعني مكلفين به حاليا هو الجهد الخدمي، باقي الأعمال يعني الموجودة معنيين يعني، بس إن شاء الله أكو مشاريع كثيرة عند الحشد مباشر بها. وايضا اكو مشروع هو نسيناه وخدمه، اللي هو دعم القطاع التربوي في المقاعد الدراسيه وتاهيل المدارس. وايضا هناك اعمال ان شاء الله راح تصير للجامعات. هذا يعني انطلاق من هذا الشهر، اللي هو الاستول مع الطالب. جيد. ويعني رسلنا عينه وان شاء الله راح يتم العمل بها، من عدا اللي جاي نخدم مثلا التربيه راح نخدم ان شاء الله التعليم، وجاهزين لكل يعني اي عمل يصير مباشرين به. وايضا قدمنا يعني فد عمل للجهد الخدمي، خارطه رقميه لكل الاعمال اللي تتم من قبل فريق الجهد، تبحث بالانترنت وتطلع لك صور قبل وبعد. هاي تمت من قبل فريق برمجي عندنا في الجهد الخدمي للحشد GIS، والحمد لله يعني كان حصري للحشد وباشرنا بها، وجاي يتم بها تحديث مستمر. هاي يعني برامج مهمه يعني شلون مواطن يشوفها ويصدق بالخدمه اللي جاي تقدم، افضل ما يصدق ببعض الروايات اللي ما لها صح. احنا بالتالي هو العمل هو دي يعرف نفسه. أيضا. بالتاكيد هو تلقى اقلام ماجوره، اكو ناس يعني ما تتمنى العراق يصعد ويكون مع المصافي الدول الاخرى. الميزه العراقية يا استاذ احمد بانه التحول ادى بالحداثه بمواكبه الدول الاخرى كلش سريع.
صحيح. يعني هذا ما يميز العراق عقليته من أهم العقليات الموجودة في المنطقة. نعم. فبالتالي تشوفه منتج دائما. شوف احنا يمكن تحدثنا بالأمس كانت مباراة العراق مع اليابان. صحيح. هذا البعبع الياباني والكمبيوتر ياباني. ما حد يتوقع. ايه والترويج ايضا انه ما يفوزون. وهم ايه يعززون هاي الفكرة. ايه يعززون. وخاصة بعض الاخوة يعني العرب يعني. يقول لك مستحيل هذا الإنسان. هو ممكن نقول منطقيا وفق بأنه معطيات على الورق بأن اليابان الأولى بالآسيا وفازت على ألمانيا وفازت على الأردن 6-0. المعنى يقول لك هذا منطقيا على الورق ما يفوز العراق. صحيح. لكن أكو عزيمة عجيبة. صحيح. هذا التكاتف يعني شوف احنا لو نجيب الكرة لملعب الحكومي هذا التكاتف اللي شفناه في فريق يتكون من 11 لاعب حقيقي في الساحة. صح. أعتقد لو كلها تتكاتف مثل جهد فريق الجهد الخدمي لا كان إحنا نتعدى كل هذه الأقلام المأجورة. صح. ما نحتاج نسمعها. صح. أكو منتج على الأرض هو اللي يتحدث. فعلاً صحيح. صح. يعني بالختام يعني أنا أشكرك من صميم القلب أستاذ أحمد. شكرا لحضورك الدائم. شكرا لك ولجميع المشاهدين. الله يحفظكم. الله. شكرا جزيلا لك وإن شاء الله نلتقي أقرب وقت إن شاء الله. الله. مشاهدينا الكرام. قبل أن نختم الحلقة عندنا مناشدة إلى وزارة الداخلية. السيد معالي وزير الداخلية المحترم السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية المحترم السيد مدير التدريب والتأهيل المحترم ميم يعني موضوع عدم ممانعة للدراسة المسائية الأولية الحكومية. نحن لفيف من منتسبي وزارة الداخلية المستمرين بالدراسة الأولية المسائية بالجامعات الحكومية وعلى نفقتنا الخاصة أصبحنا ضحية لقرار أو التعليمات الجديدة غير موجودة في السنين السابقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة مضمون عدم تحويلنا من القناة العامة إلى قناة قبول رقم 15 لسنة 2016 حيث امتنعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تحويلنا وإجابة بالاعتذار حسب كتابهم المرقم 1155 في 2023 دون سابق انذار. يقول احنا وصلنا إلى مرحلة الرابعة من الكلية راح نتخرج لكن يجينا هذا الكتاب يعني لا قالوا بقرار رجعي ولا أن يلغون القرار لكن وصلنا إلى مرحلة رابعة إحنا الطلاب أو بيوم وصل مرحلة الثالثة أو الثانية ويطبقون هذا القرار يعني نحن كطلبة علما أن هذا القانون جاء لإنصاف منتسبي الأجهزة الأمنية وتقديرا لتضحياتهم الذي بذلت من أجل الوطن وقدمنا أرواحنا وما زلنا نقدم المزيد ولم يصدر هذا القانون لكسر معنوياتنا ومصادرة جهودنا ويكون بمثابة حجرة عثرة في طريقنا لإكمال دراستنا مع العلم إن السنين السابقة يتم تحويل جميع الطلبة من القناة العامة إلى قناة القبول وفق القانون رقم 15 لسنة 2016 بصورة طبيعية حيث تفاجأنا هذه السنة بالرفض وكان التعذر فقط للمستمرين في الجامعات الحكومية أما المستمرين في الجامعات الأهلية فقد تمت الموافقة عليهم يعني يقول فقط الحكومية رفضوا لكن الكليات الأهلية تمت الموافقة عليهم من قبل وزارة التعليم العالي بصراحة أنا أثناء ما أقرأ أشوف أكو جحاف ليش شمعنا الأهلية لأن دي يدفعون فلوس حماتين الحكومة دي يدفع فلوس 1.5 مليون ومليونين وأكثر نرجو من سيادتكم هاي إلى معالي وزير تعليم وزير الداخلية وأيضا هي رسالة إلى وزير التعليم العالي إعادة النظر نرجو من سيادتكم الوقوف على أمرنا وإيجاد الحل المناسب والموافق على تحويل قناة القبول وإصدار عدم ممانعة كوننا تحملنا مشقة سنين في الدراسة دون التقصير في واجباتنا راجين التفضل وتحقيق ما نطمح إليه في ظل عطفكم الأبوي مع تقدير لفيف من منتسبي وزارة الداخلية هذه الرسالة طرحتها إلى جناب معالي وزير التعليم العالي والسادة القادة اللي بعد معالي الوزير وأيضا هي رسالة إلى وزير التعليم العالي إن وجدتم هذه إجابة فيرجى حل قضية آلاف من المنتسبي وزارة الداخلية
يدرسون على نفقتهم الخاصة في الجامعات الحكومية. إذا مشاهدين الكرام نشكر مرة أخرى ضيفنا العزيز الكريم الأستاذ أحمد المالكي مسؤول الجهد الخدمي للحشد الشعبي، شكرا جزيلا. إذا مشاهدين الكرام في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معدو مقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 9:00 مساء. في أمان الله.